السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير جميعا. طبعا أنا شوي عم بتأخر دقيقة أو دقيقتين أو يعني اليوم ثلاثة بس مشان نتيح الفرصة للجميع يكون موجود معنا، مشان ما يجي متأخر تكون الأمور بين الأول. طيب، بداية برحب فيكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا الحية في مقر القيادة الإدارية عمادة التعليم عن بعد، طبعا مستوى السابع عمادة التعليم عن بعد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الحمد لله بخير، خلينا أخ فيصل. هل في شيء من سؤالك؟ ولا أفضل اطمئنان؟ حياكم الله جميعا وسعيد بهذا اللقاء الجديد، يعني استطاعت ان شاء الله شاركت على اللقاء الثامن، وغير هذا اللقاء باقي عنا اربع لقاءات ان شاء الله. مثل ما هو معروف نحن وصلنا الى اللقاء السادس عشر على ما اعتقد. طيب ممتاز، برجع اذكركم ان احنا ما زلنا ماشيين في مسيره النظريات بعد ما بدانا بنظريه الرجل العظيم، نظريات او نظريه السمات، بعدين نظريات السلوك القيادي اكثر من نظريه، وبعدين نظريات الموقف، نظريه فيدبر والمسار والهدف، نظريه هوس. اليوم راح نتابع عن مجموعه من النظريات او ما تبقى من النظريات. في عندي نظريه دوره حياه القائد، والنظريه الوظيفيه، ونظريه حاجات التابعين، والنظريه التفاعليه. رح نبدأ من نظرية دورة حياة القائد يا شباب جميعا. طبعا تفترض هذه النظرية طبعا التي توصل إليها علماء، ما راح أذكر الأسماء عشان ما حد يسألني داخلين ولا مداخلين، طبعا في السبعينات من القرن العشرين، أن درجة النضج المرؤوسين اسمها نظرية دورة حياة القائد، أن درجة نضج المرؤوسين في تحملهم للمسؤولية تزداد. ايش يعني؟ شوف، عمل عمليه مقارنه ما بين تحمل المسؤوليه ونضج المرؤوسين. يعني الان عمليه هون التفاعل بتكون انه ما هي درجه نضج المرؤوسين، وبناء عليها ما هي درجه تحملهم للايش؟ للمسؤوليه. طبعا مثل ما حكينا المقصود بتحمل المسؤولية بيكون في عندي درجات مختلفة من المسؤولية ومن السلوك القيادي، من النشاطات، من العلاقات، يعني يمارس من خلالها الفرد مجموعة من المهام. انتبه علي، إذا كان سلوك العاملين غير ناضج، فلا بد أن يركز القائد اهتمامه على العمل أكثر من اهتمام بالأفراد. ليه؟ لأنه هم غير ناضجين، وبالتالي هم لا يستطيعوا تحمل المسؤولية. إذا كان الأفراد ذوي نضوج متوسط، فإنه قائد يوازن بين الاهتمام بالعمل والأفراد. لا، هذه مستقلة، خلاص انتهينا من النظريات السابقة، هذه نظريات مستقلة، كل نظرية قائدة بذاتها. أما إذا شوف، إذا كان الأفراد ذو نضوج متوسط، القائد ممكن يعطيهم بعض الصلاحيات، لكن إيش؟ يعني ما كثير من الصلاحيات، بيعمل نوع من أنواع التوازن بين العمل والأفراد. طيب إذا كان الأفراد ذوي نضوج فوق المتوسط، يعني نضوجهم جيد، فإن القائد يعطي حرية التصرف الذاتي للمرؤوسين. شوف إذا كان، شوف يا جماعة، إذا كانوا الأفراد ناضجين، أنت إذا كان عندك أحد أولادك أو أحد إخوانك ناضج، في الفهم وفي الوعي وإلى آخره، بتخليه يتحمل المسؤولية صح، وبتعطيه بعض يعني بعض التصرفات، لأنه هو حر يتصرف فيها، لأنه هو عنده القدرة على أنه يتصرف، لأنه يعني ناضج بشكل عام. اذا انا عندي ثلاث حالات بتعامل فيها مع الافراد، اذا كان نضوجهم مرتفع او عالي، يعني فوق المتوسط، بعطيهم حريه التصرف، قادرين على تحمل المسؤوليه. اذا كان متوسط، يعني ممكن اعطيهم قليل واهتم انا بالعمل، يعني الجزء الباقي. اذا كانوا لا نضوجهم يعني او عندهم نضوجهم يعني ضعيف او غير ناضج بشكل عام،
بهتم بالعمل، انا بهتم بالعمل وما بعطي اي نوع من انواع حريه التصرف. هلا اهم الانتقادات، شوف نقطه مهمه، الانتقادات لهي وجهه نظريه دوره الحياه القائمه، انه تصلح النظريه للعمل في المنظمه خلال فتره زمنيه قصيره، حيث لا يمكن وضع استراتيجيه مستقبليه بناء عليها. اذا ليش ما في نحط استراتيجيه مستقبليه عليها؟ لانه المرؤوس غير الناضج في المستقبل يمكن يكون يصبح ايش؟ ناضج، صح؟ يعني ممكن يزيد وعيه ويزيد تفكيره ويزيد يزيد قدراته، وبالتالي يستطيع تحمل المسؤوليه. معي ولا ما يكون معي؟ ايه طيب كويس. اذا واضح يا شباب، اذا اوكي هاي النظريه تشتغل معي بالفتره القصيره، لكن اذا بدي اوضع عليها استراتيجيه للمستقبل لا. ليه؟ لانه انا عندي فرد الان، ممكن هذا الفرد يكون غير ناضج، ممكن بعد شهرين بعد ثلاثه بعد سنه يصبح فرد ناضج. يعني ممكن، وعلى فكره ممكن يكون عندي فرد ناضج الان، اذا طورت العمل انا عندي استخدمت تكنولوجيا وتقنيات، يمكن الفرد الناضج عندي في المستقبل يكون فرد غير ناضج، لانه ما عنده قدره يتعامل مع المعطيات الجديده. فاللي كنت عم بعطيه ممكن يكون عم بعطيه مهام كبيره بعدين ما نفس الكلام. اذا النضوج ما بيتعلق فقط في الفتره الزمنيه، صح عمليه تراكميه، لكن عمليه تراكميه في الخبرات في الممارسات، وليست عمليه تراكميه في المستقبل في الفتره الزمنيه. لانه في مرؤوسين بيظل 20 سنه وعم يشتغل نفس العمل، هذا ما خبرته 20 سنه، خبرته سنه واحده مضروبه ب 20، عم يكررها 20 مره. ارجو انها تكون واضحه. النظريه الثانيه اللي هي النظريه الوظيفيه، او النظريه الثالثه النظريه الوظيفيه. يرى اصحاب هذه النظريه، شوفوا على اسم، ان وظائف القياده لابد ان تختلف عن وظائف المرؤوسين، يعني وظائف القياده بشكل عام وظائف القاده. هذه الوظائف لا تتغير بتغير المواقف. وبالتالي يمكن تفسير ظاهره القياده من خلال الوظائف التي تنطوي عليها هذه الظاهره. اذا شوفوا يعني التركيز الان على وظيفه القياده، لانه وظيفه القياده في وظائف يعني ثابته، مو انه ما تتغير مع الموقف، انه لا تبقى ثابته، يعني ما في نستخدمها دائما بكل المواقف، لا. لكن احيانا انت الموقف يفرض عليك. لكن شوفوا يا جماعه، بالاساس في عندي يعني مبادئ بالنسبه لنظريه القياده من خلال الوظيفه. اولها انتبهوا علي، اولا زياده فعاليه دور المرؤوسين. انا شوف انا ما راح يعني رؤوس الاقلام مطلوب منكم، لكن مهمين. زياده فعاليه دور المرؤوسين، انت كيف كقائد هي وظيفتك، احد وظائفك انك تزيد من فعاليه دور المرؤوسين، كيف انك تزيد من فعاليه دور المرؤوسين؟ من خلال تشجيعهم، ومن خلال العلاقات الاجتماعيه معهم، من خلال السماح لهم بابداء الراي والمشاركه والعمل في فرق عمل والعمل بروح الجماعه، ويعني رفع الروح المعنويه لهم والتحفيز الى اخره. ايضا من وظائفك انك تحقق اهداف الجماعه، لانه انت مو بس فقط مطلوب منك تحقق اهدافك واهداف المنظمه. لا، تحقق اهداف الجماعه، لانه ايضا الجماعه يا جماعه يا شباب ايضا يعني الجماعه بيكون لهم ايش؟ اهدافهم الخاصه، وبالتالي يسعون لتحقيقها، وبالتالي انت لازم تستعد على تحقيق هذه الاهداف. يا جماعه، انا يعني سردت في بدايه المحاضره، قلت بانه في عندنا الاربع نظريات اللي درسناهم السابقه، نظريه الرجل العظيم والسمات والسلوك القيادي والموقف. النظريه الخامسه اللي هي دوره حياه القائد، النظريه السادسه اللي هي ايش؟ النظريه الوظيفيه، كل واحده من هذول النظريه مستقله عن حالها اعتبارا من الخامسه، لا انا ما حكيت انه النظريه الوظيفيه رؤوس اقلام، انا عم بحكي شرحنا انها قلنا انها تقوم على الوظيفه، لكن انا عم بشرحها. المقصود برؤوس الاقلام انه فقط مطلوب منكم رؤوس الاقلام كعناوين، المطلوب منكم انتم. لكن ممكن يكون في من انا حكيت انه النظريات غالبا كل نظريه في منها سؤال. بس انا عم بحكي انا عم بخفف عنكم، لكن انا كلامي واضح، انا عم بحكي عم بشرح انه حكينا انه زياده فعاليه دور المرؤوسين من خلال كذا كذا، وبالتالي تحقيق النقطة الثانية تحقيق أهداف الجماعة وهذه الوظائف من رؤية نظرية وظيفية، وظائف يقوم بها القائد. ثلاثة، ترشيد القائد لسلوكه الخاص. أيضا يعني شوف شو معناها، أيضا أنت من وظائفك كقائد أنه مو دائما عواطفك أو مشاعرك أو يعني أو حتى أنت معرفتك ومعلوماتك، لأنه السلوكيات بتعرف السلوكيات الشخصية عبارة عن إيش؟
عن تصرفاته وافعاله. هذه التصرفات والافعال قد تكون وراءها الشخصيه والادراك والاتجاه والقيم والعادات والتقاليد والمعلومات والى اخره. لذلك انت يعني ايضا بدك تكون انت ايش رشيد في استخدامها، ايضا بدك تتعامل مع الناس يعني بموضوعيه اكثر، يعني مو دائما انت دائما صح، مو دائما غيرك خطا، تقترب تتعامل تتعاطى مع الناس المتبقين. اهم الانتقادات التي وجهت للنظريه الوظيفيه، يؤخذ على النظريه اختلها لدور السمات. اذا انتبهوا الان ايش اخذت هذه النظريه، النظريه الوظيفيه اعتمدت على وظيفه القائد لكنها اغفلت دور السمات وايضا طبيعه الموقف. لان هي عم بتقول انه ما اخذت في عين الاعتبار الموقف واعتبرت انه القائد عنده وظائف مهمه بحد دائما بيقوم فيها، لكن لا ايضا في الموقف يعني له تاثير، وبالتالي هي اهملت موضوع سمات القائد لانه ركزت على وظائف القائد اللي هي تعليم دور المؤسسين، تحقيق اهداف الجماعه، ترشيد سلوكه، هذه وظائف يقوم فيها القائد، لكنها طب وين سمات القائد؟ وتأثيره في الآخرين أغفلتها، وين الموقف اللي موجود فيه القائد بتخص القرارات أغفلته أيضا. وبالتالي هذا أيضا من الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية. النظرية السابعة هي نظرية حاجات التابعين. النظرية السابعة نظرية حاجات التابعين. طبعا يرى أصحاب هذه النظرية اسمها ايش اسمها النظرية؟ يمكن معي شو اسمها النظرية؟ نظرية حاجات التابعين. من اسمها من هم التابعون؟ هم المرؤوسين، صحيح. تقوم هذه النظرية على أساس أن التابعين لهم حاجات أساسية يرغبون في إشباعها. إذن هذه النظرية يا جماعة تقوم على المرؤوسين، يعني البعد الأساسي فيها مين؟ المرؤوسين، لا القادة ولا الموقف ولا السمات ولا أحد. من اسمها نظرية حاجات التابعين، من اسمها يعني التابعين يعني المرؤوسين. نظرية حاجات المرؤوسين يعني المرؤوسين عندهم حاجات وعندهم متطلبات يرغبون في إشباعها. طيب شوف وين دور القائد هون؟ دور القائد هون انه لما بيستطيع انه يشبع هذه اللي ايش؟ ايوه ممتاز صحيح. شوف المرؤوسين عندهم احتياجات طبعا صحيح نفسية ومادية وعندهم متطلبات وعندهم رغبات. متى ما وجد القائد الذي يستطيع إشباع وسد هذه الحاجات والرغبات هذا هو القائد الفعال من نظر هذه النظرية. بسيطة صح؟ يؤخذ على هذه النظرية تجاهلها للصفات المطلوب توفرها في القائد. إذا شايفين؟ يعني القائد يكون عنده سمات قيادية لك لا نحن بهمنا انه ايش هذا القائد يستطيع. احيانا يمكن يكون قائد ضعيف، يعني تذكر لما حكينا عن الشبكة الإدارية في عند المدير الاجتماعي بيترك العمل بيهتم بالمرؤوسين. هذا بالنسبة لنا هون في هذه النظرية هو نمط ايش فعال، ولكن على ارض على ارض الواقع هل هو فعال؟ لا ما هو فعال، هو مدير اجتماعي او قائد اجتماعي. عم تسمع ليش عم بحكي؟ لكن وجهة النظر هذه النظرية هي بهذا الشكل. وأيضا تجاهلت الموقف الذي ولد فيه والمناخ بصفة عامة. شوف يعني هلا نحن برجع بذكركم، شوف يا شباب في عندي أربعة عناصر للقيادة الفعالة. برجع بذكركم يعني أربعة عناصر هي القائد والمرؤوسين والموقف والمناخ التنظيمي. شوفوا تجاهلت السمات المتوافره في القائد، هي واحد، والموقف والمناخ ايضا المرؤوسين بس الافراد، يعني تجاهلت الثلاث عناصر من عناصر، فبالتالي ما في نحكي عن اي نظريه من نظريات القياده الفعاله. واقتصرت على توضيح اهميه التبعيه يعني المرؤوسين بشكل يعني بشكل واضحه. نروح على النظرية رقم كم؟ 8. ممتاز يلا الكل معي كويس. اللي هي النظرية ما تسمى بالنظرية التفاعلية أو النظرية المتكاملة للقيادة. تقوم هذه النظرية على أساس التفاعل والتكامل التكامل، شوفوا اسمها التفاعل أو التفاعلية أو التكاملية. تقوم على أنه على أساس التفاعل والتكامل بين العوامل المختلفة للقيادة، يعني أنتم تعرفوا القائد والمرؤوسين والموقف والمناخ
يا اخي هي حاولت تجمع كل هذه المواقف، عفوا او كل هذه العوامل او كل هذه العناصر لحتى يعني نقول انه هذه النظريه فعلا الفعاله في القياده. يبقى اجتهاد طبعا. طبعا اهم صفات الشخصيه للقائد وسلوكه، نحكي عن القائد، اتجاهات العاملين وحاجاتهم ومشكلاتهم، عم نحكي عن المرؤوسين، خصائص الجماعه والعلاقه بين الافراد، لكن عم نحكي عن العمل بروح الفريق والجماعه. والان حكينا بالنظريه الوظيفيه انه من وظائف القائد تحقيق اهداف الجماعه. المواقف، هي بنحكي عن المواقف ايضا التي تواجهها، طبيعه العمل والوظائف التي تقوم بها. لما بحكي عن طبيعه العمل عم بحكي عن المناخ ايضا بشكل عام. وهنا يجب ان يشمل السلوك الاداري، انتبهوا لهذا الكلام، وهنا يجب ان يشمل السلوك الاداري القيادي الادراك المشترك بين القائد والعاملين والمواقف والوظائف. شايفين هاي عوامل القياده الفعاله، القائد والعاملين والمواقف والوظائف. شايفين الوظائف، قبل الوظائف قبل السطرين كنا عم نحكي عن طبيعه العمل، طبيعه العمل مرتبطه بالوظائف اللي هي ايش؟ ايضا مناخ العمل، يعني المناخ التنظيمي. طيب هذه النظريه ترى ان القياده عمليه معقده ومتكامله تتطلب قدرا من الكفاءه التخصصيه لاداره الافراد واداره الموقف، حيث تتفاعل فيها مجموعه من العوامل على النحو التالي. إذا نشوف هون شو هي العناصر التي تكون أو التي تتفاعل وتكون من خلال النظرية التفاعلية المتكاملة. أول شيء خصائص المدير الشخصية وتشمل حاجاته ودوافعه وخبراته وتعلمه. لأن نحكي عم نحكي ألف عن خصائص المدير الشخصية. اثنين خصائص المرؤوسين الشخصية. ثلاثة طبيعة العمل وطبيعة جماعة العمل والعوامل التنظيمية. أربعة الأنماط السلوكية للقائد من حيث عوامل النظام والأساليب، يعني الأنظمة والقوانين السائدة. آخر شيء رضا الوظيفي ودوران العمل والداخلية. هذول هن العوامل اللي إيش؟ يعني بشكلوا مع بعض على النظرية التفاعلية في القيادة. يعني شايفين اول شيء المدير، خصائص المدير الشخصيه، يعني خصائص المؤسسين، طبيعه العمل، طبيعه الجماعه، سبب شيء يعني ايش بدنا نكون يعني واضحين او نكون منتبهين اكثر لما نفكر. يعني كل نظريه فيها ايش؟ اشياء مميزه او تميزها عن غيرها من النظريات. طبعا لما نحكي عن هذا بنحكي عن هذه النظريه، اهم ما يميز هذه النظريه انه حاولت تجمع وتعمل عملية تكامل وتفاعل ما بين، ايوه صحيح تقدير، اللي هو انها حاول تشمل جميع العوامل. شو خصائص المدير، خصائص المرؤوسين، طبيعة العمل، طبيعة جماعة العمل والعوامل التنظيمية، هذا هو المناخ التنظيمي، الأنماط السلوكية. طبعا لما نقول طبيعة الموقف، طبيعة تتضمن الموقف، الأنماط السلوكية والقائد من حيث عوامل النظام والأساليب، يعني الأنظمة التي تحكم العمل أو اللائحة الداخلية للنظام. الرضا الوظيفي بشكل عام، تعامل هون عم نحكي عن الجو العام ايضا، الرضا الوظيفي ودوران العمل والدافعيه، ايضا هذا ضمن المناطق التنظيميه بشكل عام. ومثل ما كنتم شايفين الشكل الاخير اللي هو ايش؟ عناصر النظريه المتكامله في القياده، هي فعلا القائد والجماعه التابعه والموقف وعمليه التاثير بين هذه العوامل او العناصر. طبعا هيك بنكون انهينا هذا اللقاء السادس عشر. اذا في حدا عنده اي سؤال او استفسار فليتفضل. ونرجع على اللقاء السابع عشر. نروح على اللقاء السابع عشر ورح نحكي عن نظرية حديثة من نظريات القيادة الإدارية، وهي نظرية القيادة الإيش؟ الكاريزمية. شوفوا يا جماعة، طبعا في نظريات حديثة جدا في القيادة غير نظرية القيادة الكاريزمية، لكن احنا عندنا اختصرنا الحديث عن نظرية القيادة الكاريزمية، عفوا. طبعا في القيادة بشكل عام في عندنا ايضا القياده التبادليه والقياده التحويليه والقياده بالمشاركه والقياده بالخدمه، في كثير عندنا من
أنواع القيادة بشكل عام، أو نظريات القيادة الحديثة، لكن نحن رح نكتفي بالنظرية القيادة الكارثية. فينا تقول رقم 9، يعني نحن نحكي عن تسلسل، إنه طبعا نظرية مستقلة ضمن النظريات الحديثة اسمها نظرية القيادة الكارثية. قول الباحثون نظرية القيادة الكارثية انتبهوا على كل الكلمة عم بحكيها. النظرية مو كثير يعني هي سهلة ومو سهلة. قول الباحثون نظرية القيادة الكارثية اهتماما كبيرا منذ أن نشرها هاوس عام 1976. إذا الحديث عن الكاريزما كنظرية من عام 76. والكاريزما كلمة إيش؟ يونانية الأصل. إذا منين جاي كلمة كاريزما؟ من اللغة اليونانية، وهي تعني الموهبة أو الجاذبية الشخصية للفرد. حتى نحن صرنا نستخدمها باللغة العربية، إنه فلان عنده كاريزما أو ما عنده كاريزما أو إلى آخره. فالمقصود بالكاريزما إيش؟ الموهبة أو الجاذبية الشخصية للفرد. طبعا نحن الآن من كلمة اللغة الإنجليزية كاريزما، عم نستخدم الكاريزما بمعنى الشخصية للفرد أو الجاذبية الشخصية للفرد. حيث يتميز القائد الكاريزمي بعدة مواهب مختلفة وبخصائص يمكنه من القيام بأشياء غير عادية. إذا شو هي هذه الأشياء؟ القدرة على التحكم والسيطرة أو الحكم والسيطرة، يعني الإدارة. القدرة على اختلاط المناصب والوصول إليها، هي اثنين. إذا عندي أول، شوف عندي عدة أشياء ممكن يكون فيها مواهب أو إمكانيات ممكن. أول شيء القدرة على إيش؟ بإيش بيتميز يا شباب؟ يلا السؤال الأول، بإيش يتميز القائد الكاريزمي؟ بقدرة على الحكم والسيطرة. اثنين، القدرة على اقتناص المناصب والوصول إليها. السلام. وثلاثة، القدرة على التنبؤ والحكمة. قدرة على التحكم والسيطرة، الحكم والسيطرة، القدرة على اقتناص المناصب والوصول إلى القائد الكاريزمي، يعني الكاريزما، القدرة على التنبؤ والحكمة، استخدام ايش؟ الحكمة، وايضا القدرة على التنبؤ بالمستقبل وبمجريات الامور في المستقبل، وهذا يميز القائد الكاريزمي. قدم ماكس فيبر عام 1947 تعريفا يعد الاكثر شهرة للكاريزما، حيث قال انها خصائص شخصية خاصة. اذا نشوف عم نحكي انه الكاريزما هي خصائص شخصية تمنح الشخص قدرات فوق بشرية أو استثنائية. إذا نقول فلان كاريزمي أو فلان عنده موهبة، معناها مختلف عن البقية، ولا يملكها سوى القليلين من البشر، وهي هبة من السماء وتؤدي إلى معاملة الشخص على أنه قائد. هذا تعريف يعني للكاريزما. طبعا نحن عم نحكي إنه هذا الكلام في 47، لكن نحن عم نحكي طبعا هي بدايات الحديث عن الكاريزما، ولكن نحن النظرية ظهرت بشكلها النهائي سنة 76. وقد ميز، شوفوا هذا الكلام، وقد ميز ايضا بين نوعين من الكاريزما، الكاريزما النقيه والكاريزما الروتينيه. شو هي الكاريزما النقيه؟ يعني النقيه الخاصه بالفرد اللي ناجمه عن الفرد نفسه، عن سلوكيات الفرد القائد يعني. اما الكاريزما الروتينيه الناشئه عن شغل منصب او مركز رسمي، يعني احيانا واحد بدون ما يكون عنده منصب وظيفي، من تصرفاته من سلوكياته بتلاقي ايش؟ صاحب كاريزما. في واحد ثاني ممكن يكون عنده كاريزما، لكن هذه الكاريزما وجدت من خلال المركز الوظيفي، من خلال عمله كمدير او كمرؤول كرئيس او الى اخره. يعني ايه المركز الوظيفي هو اللي اعطاه اياها، يعني المركز، يعني لولا انه مثلا هو مدير في هذا المركز الوظيفي ما عنده هاي الكاريزما. واضح؟ لذلك سموها الكاريزما الايش؟ الروتينيه، يعني ناشئه من العمل الروتيني في العمل الاداري في كمنصب وظيفي الى اخره. وانت بتعرفوا يعني احيانا الكاريزما بنشوفها احيانا في المدراء وبنشوف في الرؤساء اللي يعني على مستوى مثلا ادارات الشركه الكبيره، بتحس الكاريزما احيانا تظهر في تصرفات الشخص. احيانا ما بتشوف عنده تصرفات يعني انه قيادي، غير انه عنده مثلا ايش؟ مثلا المظهر، اللباس، او بتلاقي مثلا نوع السيارات او الساعات او العطور او التصرف او الكلمات، او انه ما بيحكي نهائيا. احيانا يكون شخص عنده كاريزما، يعني كاريزما عنده قويه لانه ما بيحكي نهائيا، بضل يشعر المرؤوسين بايش؟ بانه هو على مستوى ايه مثل الضغط، هذا القاتل الصامت يعني، بيكون انه ما بتعرف ايش بده،
وده مش بيرضيه. صحيح. والرجل على فكره والمدير الغامض بيت حاله بيكون يعني مشكله اكبر من الانسان الصريح او خلينا نقول القائد او المدير الواضح. لانه ذكر ايضا لما حكينا عن الاتصالات وقلنا بانه لا يعني احد اهم معوقات الاتصالات لما ما بيكون في وضوح في العلاقه. اي صحيح، لما بيكون في علاقه بين مين القائد يعني اذا رساله غير واضحه وما بتعرف ايش بده، هذا راح يسبب مشكله وراح يسبب ضغط وراح يسبب، لانه انت ممكن تطلب تعمل بعض الاعمال او تقوم ببعض المهام وما تكون صحيحه، شوف اللغط اللي راح يضيع منك. طيب لكن على فكره في ناس بتعمل هيك على فكره مشان تخلق كاريزما في نفسها، يعني انا بشوف انه في ناس انه بتشتغل بهذه الطريقه مشان يعمل كاريزما. حتى في ناس بتقول لك ايش؟ انه يا اخي كيف هتتعامل مع المرؤوسين؟ كيف هتتكلم مع المرؤوسين؟ لازم ما تنزل لهذا المستوى. شوف في ناس على فكره بتفكر بالاداره بهذه الطريقه. ايه مو بس مشان صحيح مشان ما تكشف نقاط، بس مو بس ايضا مشان هيك هو لا، يعني في اشياء على فكره بتعرفوا انتم ايضا في الاداره الكلاسيكيه التقليديه بتقول انه انت ايضا ما لازم تتعامل مع المرؤوسين، يعني لا مو صحيح هذا الكلام. انت احيانا تضطر تتعامل مع المرؤوسين وانت لازم تتعامل مع المرؤوسين، خاصه يكون عندك مشكلات في العمل على ارض الواقع، ما تقدر تاخذ المعلومه الصحيحه الا من مين؟ من هؤلاء المرؤوسين. انه انت مثلا كل ما حصلت على المعلومه من مصدرها اخذت المعلومه الصحيحه والاكثر دقه، وكل ما المعلومه مرت بطرق اكثر او بمستويات اكثر المعلومه بتتشوه وبتتغير وبتنقص وبتزيد والى اخره، وبالتالي هذا ما حيصير لك انك تاخذ قرار يعني صحيح، لانه معلوماتك غير صحيحه وغير كافيه غير دقيقه. بعدين كمل في بارك في تحليله لمصطلح الكاريزما، وقال بانه ايضا يعني هذا المصطلح انه يشمل اي سلطه، مو بس اللي جاي من الشرعيه يعني من المناصب او التقاليد، لكن ايضا من الايش؟ من التقاليد والاعراف السائده، وايضا من الحب والاخلاص الشديد من جانب التابعين للقائد نتيجه لما يحوزه هذا القائد من صفات البطوله والقداسه. يعني احيانا بتشوف شخص عادي ممكن يعمل اعمال، على فكره ما كان متوقع انه يكون مثلا في يوم من الايام هو القدوه او الكاريزما، لكن الاشخاص اللي حواليه بحد يعني بشعور انه فعلا قائد كاريزمي او عنده الكاريزما اللازمه او عنده الكاريزما القويه او الى اخره، بحيث هذا الشخص بتلاقي انه الناس اللي حواليه هم اللي ساووه، هم اللي صنعوه، هو موجود اوكي، لكن ما كان متوقع انه يوصل لهذه المرحله، يعني اهتمام الاخرين فيه ورؤيه الاخرين له وكيف شايفينه انه هو البطل وهو يعني الشخص اللي بسموه المخلص بالنسبه لهم او الى اخره. لان انت بتعرف يا شباب خاصه في اوقات الازمات واوقات الاستثناءات غالبيه الناس ما بتعرف تتصرف، ما بتعرف تاخذ قرارات، ما بتعرف ايش بتساوي، دائما ينظر لمين؟ ها؟ ينظر لاشخاص اصحاب الخبره صح؟ اصحاب ثقه. يعني انت مثلا لا سمح الله لما بصير في مشكله في البيت اول ما توجه الانظار لمين؟ للاب، انه هو المسؤول الاول والاخير، مو بس لانه المسؤول الاول والاخير، لانه المفترض ان يكون هو صاحب الخبره والحكمه مثل ما كتبت ساره، انه هو صاحب يعني اكثر ناس، اكثر واحد بيفهم، اكثر واحد دارس ظروف العائله والى اخره. نفس الشيء المدير او القائد الكاريزمي اول ما بتصير مشكله اكبر من طاقات الافراد ينظر او توجه الانظار لمين؟ لهذا القائد، لانه هو اللي بيخلصهم، هو القائد، هو صاحب الرؤيه، هو صاحب الاستراتيجيه، هو الى اخره. طبعا احنا حكينا ما يجعله نموذجا يحتسب من قبل التابعين بسبب يعني ما ينظر اليه او كيف يرونه هؤلاء التابعين او المرؤوسين يعني كبطل ويعني مخلص لهم. في عام 1987 ايضا تم التمييز بين ثلاثه انماط من الكاريزما. كان عندنا في المره الاولى كان عندنا ايش؟ الكاريزما النقيه والكاريزما الروتينيه، صح؟ صحيح. صح، تمام معنا. ايه، الروتينيه والشريفه، ممتاز.
كان عندي النقيه وكان عندي الروتينيه. الان عندي الكاريزما الناشئه عن الصفات الشخصيه، يعني عن صفات الشخص نفسه القائد. الكاريزما الناشئه عن العلاقه ما بين القائد والتابعين. شوف يا جماعه، القياده هي عباره عن ايش؟ قدره الفرد على التاثير في الاخرين، يجعلهم يعملوا بحماس والتزام من اجل تحقيق اهداف محدده. هذا التعريف العام للقياده. كل ما كان في عندي تاثير وكان في عندي كاريزما تجمع القائد الافراد، القائد بالافراد، كل ما كان عندي نوع اعلى من التوافق وبالتالي كاريزما بين الطرفين. يعني حتى بتشعر احيانا انه فريق واحد، بمعنى انه يعني المرؤوسين عارفين ايش بده القائد والقائد عارف ايش بده المرؤوسين. بتنشا بيناتهم نوع من انواع الكاريزما. ثلاثة، الكاريزما الناشئة عن الهيكل الاجتماعي، مثل ما حكينا قبل قليل، الهيكل الاجتماعي يعني من المجتمع، العادات، الأعراف، التقاليد، عندنا شيخ القبيلة وعندنا كبير العائلة وعندنا 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 إلى آخره، هذا أيضا تعطي كاريزما لبعض الأشخاص. راح أروح للجدول الموجود أمامنا. نتحدث، شايفين الجدول؟ حلو، راح ناخذ مجموعة من ايش؟ يعني أنواع المقارنة بين النظر القائد الكاريزمي والقائد التغيير. خلينا ناخذ مثلا على سبيل المثال الوضع الراهن. القائد الكاريزمي يعترض بشدة على الوضع الراهن ويكافح من أجل تغييره، ليش؟ يبحث عن ايش؟ عن التغيير والابتكار. اما القائد التقليدي فانه يوافق على الوضع الراهن ويعمل من اجل الابقاء عليه وايش؟ واستمرار، انه خلص الامور اوكي، يعني هو هون يعتبر مدير اكثر من انه كلمه قائد يعني. اما القائد الكاريزمي فان القائد الكاريزمي مثل ما حكينا يعترض بشده على الوضع الراهن ويكافح من اجل تغييره. دائما عنده رؤيه، صاحب رؤيه، الثاني اللي عنده رؤيه دائما بحاجه لوضع خطط واستراتيجيات لتحقيقها للمستقبل، وهذا هو التغيير اصلا. الهدف المستقبلي للقائد الكاريزمي يمثل رؤيه مثاليه تتعارض بشده مع الوضع الراهن، عنده دائما رؤيه مثل ما حكينا للتطوير، وبالتالي الوضع اللي هو موجود فيه الان لا يكفي. الهدف المستقبلي للقائد التقليدي لا يختلف الهدف المستقبلي مع الوضع الراهن، يعني ما عنده هذيك الرؤيه، هذا المقصود فيه. شوف حسب التابعين، شوف كلامهم. القائد الكاريزمي رؤيته المثاليه تجعله جديرا بحبهم واحترامهم له، ومثلا اعلى يحتذى به. بسبب الرؤية الإنسان ممكن يكون كاريزمي بالنسبة للمرؤوسين، وينظرون له على أنه هو يعني صاحب رؤية باحترام، بس فقط لأنه صاحب رؤية متساوي مع التابعين. شوفوا يا جماعة كلامهم، متساوي مع مين؟ مع التابعين، وموجه ومعلم، ما عنده هذيك السلطة أنه استخدام السلطة يعني والله أنا متميز عنكم وأنا المدير وأنا القائد، لا، هو واحد من أعضاء الجماعة، يشعرهم بالتساوي، يشعرهم انه مع بعضهم البعض، موجه ومعلم، يلعب دور، شو ايوه صحيح، يلعب دور الموجه والمعلم، يوجه الاعمال، يعلمهم كيف يتجنب الاخطاء وكيف يقومون بعمل الاشياء الصحيحه. اما شوف القائد التقليدي ممكن يكون محبوب، ممكن يكون لا، يعني ممكن يكون محترم او ممكن يكون لا، يعني من قبل المرؤوسين. طبعا الاحترام حكينا بسبب الرؤيه، رؤيته المثاليه، بسبب الرضا الوظيفي اللي عايشين فيه، بسبب كثير اشياء. القائد التقليدي متفوق ومميز عن التابعين. القائد التقليدي متفوق ويرى، يعني طبعا هو يرى بنفسه انه هو متفوق، من هذول التابعين؟ من هذول المرؤوسين؟ فانا متفوق عن هؤلاء. يخشاه التابعون، في خوف بيناتهم، لانه يشوف شو ايش؟ متساوي مع التابعين، مو متميز عنهم، موجه ومعلم. وهناك يخشاه خوفا من العقاب و الثقة، مثلا ثقة التابعين في القائد تأتي من خلال تحمل قدر كبير من المخاطر الشخصية، خاصة ما حكينا وقت حدوث في الأزمات. يظهر القائد الكامل هو الأساس، التصرف، كيفية التغلب على هذه الأزمات، كيفية الوصول إلى الهدف، كيفية إنقاذ الجماعة أحيانا أو الفريق أو المؤسسة المنظمة. يعني القائد التقليدي ثقة التابعين في القائد ضعيف غالبا لاعتقادهم انه ممثل لإدارة تضم المنظمة تحديد أهدافها. وسبق وحكينا انه دائما في عندي عداء تاريخي مشترك ما بين الإدارة والمرؤوسين بشكل عام، لأن متطلبات الإدارة غير متطلبات المرؤوسين، هون صار في عندي تعارض يعني في المتطلبات، وهذا بيساوي نوع من أنواع يعني انه
انت فلان، انت فلان، صح انت بشخصيتك هذه، لكن انت بتمثل الاداره، والاداره نحن عدونا، فبالتالي يعني نوع الثقه او وجه الثقه الموجود يعني قليل. اذا ما كان غير يعني يمكن غير موجود. مثلا بيجي على السلوكيات بالنسبه للقائد الجديد مرتكرة تجاره مثلا اعلى، ثاني القائد التقليدي تكون سلوكيات تقليديه، يعني بيعمل ضمن الحدود او المعايير الموضوعيه. يعني هذا اهم ما يمكن تحكيه في الجدول، بكفي هذا الاربع خمس معايير اللي حكيناهم في المقارنه. طبعا يتمتع القائد التاريخي في المنظمه بمصداقيه كبيره. طبعا يعني الجدول مو كلياته مطلوب، مطلوب المطلوب مطلوب، انا عم بحكي يعني معايير المقارنه اللي ذكرتها المطلوبين تخفيفا عليكم بس. واللي عم بعطيه يفكر انه يعني انا اعطيت مثلا نص الجدول، مو معناها انه ممكن يجي من الجدول، لكن من اللي اعطيته انا، فانا مش انا بحطهم دائما يعني في ايش؟ في الجو. يعني ما حد يقول مثلا دكتور حسين شرح نص الجدول، معناته الجدول ما راح يجي منه، لا مو صحيح. في كلمه انا بحكيها ممكن يجي منها سؤال، اللي ما بحكيها اكيد ما راح يجي منها سؤال، عشان تكون واضحه كان جدول ولا غير جدول. اذا اخر شيء يتمتع القائد الكاريزمي في المنظمه بمصداقيه كبيره، يحصل على التأييد الكامل والولاء الاعمى من جانب المرؤوسين، الى درجه شعور المرؤوسين بالقياده اعمى تجاه هذا الشخصيه الكاريزميه، وقد حذرت بعض الدراسات حول القياده بتزايد النتائج السلبيه لقياده الكاريزميه مقدره من القياده العاليه عليها. شوف يا جماعه، يعني احنا لما نتحدث الان عن القائد الكاريزمي، القياده الكاريزميه على فكره في عندنا في عندنا فرق بين ما كنا عم نحكي قبل قليل عن القياده الكاريزميه والقياده التقليديه. القياده العاديه او التقليديه هذه تستخدم في الظروف العاديه، طالما انه ظروف عاديه وماشي الامور، القياده هذه تكتفي بالغرض. لكن القياده الكاريزميه تقول في القياده الكاريزميه، القياده الكاريزميه اغلب الاحيان تستخدم في الانماط او مو في الانماط، تستخدم في الاوضاع والمواقف غير الطبيعيه الاستثنائيه. مو دائما انت بتشوف رئيسك يعني انه تشوفه مثلا والله هو كاريزمي، لا، انت بيظهر معك انه الشخص هذا كاريزمي. بتشوفه كاريزمي لما يتصرف في المواقف الحرجه، في المواقف الاستثنائيه، اما في المواقف العاديه ما راح تشوف انه كاريزمي، لانه راح يتصرف عادي يمكن مثل اي قائد. وبالتالي يجب التمييز بين تحلي القائد بالجاذبيه الشخصيه وتحليه بالسمات الاخلاقيه. شو كنا عم نحكي قبل قليل، يعني في فرق بيناتهم، ها فرق كبير. في ناس عندهم جاذبيه شخصيه، كنا عم نحكي قبل قليل المدير ما بيحكي الصامت، طيب هذا ما سمات اخلاقيه، ما من سمات اخلاقيه. فكثير من المرؤوسين يعتقدون ان توافر سمات الجاذبيه الشخصيه في الاخلاق يعني في عفوا في القائد يعني توافر بقيه السمات الاخلاقيه لديه، ابدا. ليش ما في ما في قاضي كاريزميين عبر التاريخ وكانوا سيئين؟ يعني هتلر، في حد بيختلف على انه هتلر كان قائد كاريزمي؟ ما حد بيختلف عليه. لكن هل كان جيد بشكل عام؟ قد يكون، قد يكون جيد وقد يكون غير جيد. وهذا ليس صحيحا بشكل دائم كما حكينا، لذلك شوف طبعا نحن عندما يكون في شخص او قائد لديه سمات اخلاقيه جيده فنعتبره هذا يعني ممكن يكون ايش؟ هذه نواه القائد الكاريزمي. اما شوف احيانا بيكون في قائد متصلب. تعرف نمط القياده الميكافيلية صح؟ درست ميكافيلي. النظريه الشخصيه الميكافيلي. طبعا الغايه تبرر الوسيله. على فكره هذا موجود هذا النمط. وهو نمط سيء. وكيف انك يعني تستفيد من الاخرين، تستغل الاخرين، تستخدم الغش والخداع والكذب والى بدك اياه مشان تصل شوف كل هذه الاشياء هي اسمها الطريقه الميكافيليه. لكن ما في ناس تستخدمها وهم قاعده كارثه، والدليل انه وجدت هذه النظريه وطبقت. نعم. ان القياده العاديه اخف او اكثر نفعا من القياده الكاريزميه، هاي في حاله الامور الطبيعيه. في حين يرى بعض الباحثين ان نمط القياده الكاريزميه باعتباره نمطا غير عادي يكون اكثر فعاليه في بعض الظروف. شايفين انت فعاليه القياده الكاريزميه في الحالات غير العاديه او غير المتكرره، يعني الاستثنائيه وليست في الظروف والاحوال العاديه. هذا كل ما يتعلق بنظريه القياده الكاريزميه، ولقائنا هذا السابع عشر.
في حد عنده أي سؤال أو استفسار؟ واضحة. الأخت اللي عم تسأل كيف أصير فيها؟ ما بعرف شلون أصير فيها، أصير عادي، صح وخطأ وخيارات متعددة. طيب، الله يعافيكم، إن شاء الله خلاص نحن اللي ذكرتهم يا أخ عبد الله. يا جماعة أنا ما ذكرت، أنا ذكرت أنا اللي ذكرته مطلوب، اللي ما ذكرته مو مطلوب. الله يرضى عليكم، لا تقولوا تسألوني هذا السؤال في المحاضرة وفي المنتدى، يعني الله يبارك فيكم، يعني حكينا صار 20 مرة هذا الموضوع. ما شو بدي حد يقول، أنا شو بدي حد يقول، أنا ما عم بذكرهم مشان ما تسألوني فيهم، أنا ما ذكرتهم، ذكرتهم شيء أنا؟ ما ذكرتهم، يعني أنا من أول لقاء، من أول ساعة شفتكم حكينا في هذا الموضوع، قلت إذا ذكرت اسم العالم فهو مطلوب، إذا ما ذكرت فهو غير مطلوب. يعني واضح؟ وعلى فكرة في المحاضرة اليوم ما ذكرت لا سانفورد ولا بلانشارد ولا ذكرتهم، ما ذكرتهم شو ما تسألوني هذا السؤال. إذا ما حد عنده سؤال أو ما حد عنده استفسار، انا مع السؤال الاخير لو سمحتوا معلش تعطوني موعد الاختبار. انا اسف لانه المره الماضيه سجلته وما حفظ عندي موعد اختبارنا النهائي. الله يعافيكم جميعا، موعد اختبارنا النهائي في مجلس القياده 22/2 ما فهمت شيء. 11/3 لا انا اعطيني عربي 11/3 خلص 11/3 الساعة كم؟ حددت الساعة 3:30 ممتاز. ان شاء الله بنرجع نذكركم، انت رح تبداوا ب 22/2 الاختبارات، ب 22/2 24/2 رح تبدا الاختبارات. بتحبوا احط لكم نهايه الاسبوع هذا اللي اعطيكم في الواجبات ولا التكاليف ولا نخليها الاسبوع القادم اللي يناسبكم؟ طيب ان شاء الله يوم السبت تحاولوا تذاكروا، تبداوا مذاكره ان شاء الله، تحاول يوم السبت احط لكم التكليف الاول، يوم السبت يكون التكليف الاول ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يعطيكم العافيه.